بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. لقد ابتدأ الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح المعروف بصحيح الإمام البخاري، ابتدى الكتاب بكتاب بدء الوحي، وكانت الحقيقة دي حكمة دقيقة وبعد نظر من الإمام البخاري إن هو يبدأ ويستهل الجامع الصحيح ببدء الوحي، لأنه بما إن يعني الكتاب بيتعلق بأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فاعتبر الإمام البخاري إن أول شيء يجب أن يبدأ به الكتاب هو إثبات نبوة صاحب هذه الأحاديث وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم. هو ده بالفعل اللي عمله الإمام البخاري في هذا الباب، حيث أخرج الأحاديث فيه بسنده التي تصف كيف كان بدء نزول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه جعل زي ما قلنا قبل كده أول حديث في هذا الباب حديث النية، وقلنا إن هو حديث موضوعه لا صلة له بموضوع بدء الوحي، لكن الإمام البخاري ابتدأ به تيمنا بهذا الحديث اللي هو إنما الأعمال بالنيات، وكمان عشان يبين وجوب إن الإنسان يصحح النية بتاعته قبل البدء في طلب العلم وقبل البدء في طلب أي شيء يرجو من ورائه الثواب، وللإشارة كمان إلى إنه الإمام البخاري يعني لم يشتغل بتأليف الصحيح إلا بنية خالصة للمولى سبحانه وتعالى، وعشان كمان يكون حديث إنما الأعمال بالنيات يعني يكون كده كالمقدمة، يكون المقدمة اللي هيحطها بين يدي كتابه يستهل بيها الكتاب، لأنه في ذلك الزمن لم يكن من عادة المؤلفين في القرون الأولى، مش من عادتهم إن هم كانوا بيحطوا مقدمات للكتب اللي بيألفوها، فجعل الإمام البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات وهو رقم واحد عنده في الصحيح، حطه كالمقدمة لكتابه، هو رقم واحد في الصحيح رغم أنه الكتاب الأول الباب الأول عن بدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو استهل به عشان يجعله كده زي المقدمة لكتابه حتى لا يبدأ بكلام من عنده كتابا خاصا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يقدم قوله مثلا على قول النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين كان تاني بقى حديث في الصحيح هو ما أخرجه البخاري في صحيحه في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، إن الحارث ابن هشام هذا الصحابي الجليل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. يعني الحديثين جايين في موضوع كيف كان يأتيه الوحي. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا
كانوا بيسألوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن كل شيء عشان يفهموا عنه كل صغيرة وكل كبيرة. وده من حرص الصحابة الكرام على تلقي الوحي وتلقي أنوار الوحي الشريف. ومن ذلك سؤالهم عن موضوع الوحي، وكانوا كمان بيترقبونه عند مجيئه من حرصهم على أنهم ما يفوتوش أي حاجة من أبواب العلم يتعلموها من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتعلموها ويحفظوها في الصدور وفي السطور عشان يعلموا الأجيال اللي جاية بعد كده. وها هو الحارث بن هشام رضي الله عنه كما هو وارد في هذا الحديث الشريف. الحارث بن هشام بيسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل الحارث بن هشام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ يعني الوحي ده لما بيجي لك إزاي يا رسول الله؟ إزاي بينزل عليك الوحي من السماء؟ والمراد هنا بالوحي ما ينزل به سيدنا جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله سبحانه وتعالى. أخبروا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. يعني بيأتي الوحي مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. يعني بيأتي النبي عليه الصلاة والسلام الوحي في بعض الأوقات إتيانا مثل صلصلة الجرس، يعني مشابه صوته لصوت الجرس، وهو الصوت اللي بيخرج من الحديد لما بتيجي تطرق أو بتضرب الحديد كده، فبيدي صوت الجرس. الجرس ده قطعة معدنية بتصدر صوت لما أنت بتهزه. وهذه الصورة أشد أنواع الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتي لثقلها، أنه بيسمع الصوت أشبه بأنه يعني صلصلة الجرس الله تعالى. وده ثقل على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لأن الفهم من كلام الصلصلة إن الصوت يبقى شبه الصلصلة بيشكل، يعني بيبقى شوية تقيل من إن لو حد بيكلمك كده بلسانك وجاي بيكلمك بطريقة بالتخاطب المباشر. وذلك لأنه كان يعني بيرد، أو الحالة دي بيرد فيها من الطباع البشرية إلى الأوضاع الملكية، يعني بيكون النبي عليه الصلاة والسلام أقرب إلى الملكية منه إلى البشرية، يعني الحالة البشرية بتبقى أقل والصفة الملكية أعلى. فكما بيوحى إلى الملائكة الكرام الأمر ده مش سهل في الصورة دي، أمر إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وبينتهي النبي من الشدة دي اللي بيجدها بانتهاء الوحي، وقد جمع صلى الله عليه وسلم وحفظ عن الوحي ما أوحى به من كلام الله عز وجل. دي صورة، لكن دي أشد الصور اللي بيكون عليها الوحي كما رأينا. وأحيانا أخرى بيتمثل له الملك، بيتمثل النبي عليه الصلاة والسلام الملك، يجيله في صورة رجل، يجيله في صورة إنسان، فبيكلم النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ما يكلم النبي بالمأمور إنه يبلغه للنبي عليه الصلاة والسلام، يحفظ عنه ما أوحى الله سبحانه وتعالى به إليه سبحانه وتعالى، كما هو وارد وظاهر في الحديث الشريف اللي أخرجه البخاري، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وفي هذه الحالة بيبقى بيرد فيها الملك إلى شكل البشر. الحالة الأولانية بيرد فيها النبي البشرية الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام تميل إلى الملائكية أكثر، وبعد كده الصورة الثانية بيبقى الملك
مايل فيه إلى البشري أكثر، عشان دي الصور اللي كان بيأتي فيها الوحي صلى الله عليه وسلم. فكانت التانية دي لما يأتي سيدنا جبريل ويتشكل ويأتيه في صورة إنسان يكلمه هكذا ويبلغه الوحي هكذا، دي الصورة دي كانت أيسر، وكل ذلك يحدث بأمر الله تعالى وتيسيره. وطبعا مش المراد من إنه الصورتين دول جم في الحديث، ليس المراد حصر الوحي في هاتين الحالتين، بل الغالب الصورة الغالبة مجيئه على هاتين الحالتين، وده ظاهر من قول النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتين، يعني بمعنى إنه في بعض الأحيان والأزمان إنه بيأتي الوحي على شكل كذا أو شكل كذا. وإن شاء الله بنستكمل تباعا منهج الإمام البخاري في طريقة عرضه للكتاب وتنظيم مؤلفه الجامع الصحيح، رحم الله الإمام المبجل الإمام البخاري.